أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب ترشحه رسمياً عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، متوقعاً أنه سيحقق انتصاراً مذهلاً وواعداً بأن يكون رئيساً لجميع الأمريكيين وليس لنصفهم. كلام ترامب جاء خلال مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلوكي، متواعداً بأفضل 4 سنوات في تاريخ الولايات المتحدة إذا فاز بالسباق إلى البيت الأبيض. وفيما يخص نجاته من محاولة الاغتيال، قال ترامب إن الله كان بجانبه. وحول غزة هدد ترامب أنه من الأفضل أن يعود الرهائن الإسرائيليون قبل أن يتولى منصبه، وإلا سيتم دفع ثمن باهظ. كما تعهد بإغلاق الحدود في أول يوم له في المنصب، وإنهاء بناء الجدار على حدود المكسيك، وتنظيم دخول المهاجرين. وفيما يخص الحرب في أوكرانيا، قال إن الحرب ما كانت لتحصل لو كان في السلطة، مضيفا أنه سيجري اتصالا مع الرئيس الأوكراني. كما وعد بإنهاء كل أزمة دولية خلقتها الإدارة الأمريكية الحالية، وسيعمل على موضوع العلاقات مع الصين. وفيما يخص إيران، أوضح ترامب أن هذا البلد أصبح قادرا على امتلاك سلاح نووي، وذلك عار على إدارة بايدن. 4 months from now we will have an incredible victory. لدينا 4 أشهر من الآن ونصر عظيم. سنبدأ 4 أعوام مكللة بانتصارات سيسجلها التاريخ الأمريكي. سنعمل معا على تحقيق الأمان والازدهار والحرية لكل أطياف المجتمع الأمريكي. يجب أن نعيد التعافي لمجتمعنا ونكون متحدين. ترشحت لأكون رئيسا لكل الأمريكيين. الليلة أعلن أمامكم بكل فخر قبول ترشحي لأكون رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. أفاد موقع إكسيوس أن ممثلي الحزب الديمقراطي الأمريكي يتوقعون أن يضطر الرئيس جو بايدن إلى الانسحاب من الانتخابات في نهاية هذا الأسبوع. ونقل موقع إكسيوس الإخباري عن ديمقراطيين بارزين قولهم إنهم يتوقعون من الرئيس جو بايدن أن يذعن للضغوط المتزايدة التي يمارسها أعضاء الحزب في الكونغرس وأصدقائه المقربين. إكسيوس نقل عن مصادر مطلعة أن بايدن سينسحب من السباق الرئاسي بحلول نهاية هذا الأسبوع. كما سلط الموقع الضوء أيضا على الجهود الكبيرة التي تبذلها رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي من أجل إقناع بايدن بالعدول عن قراره، خشية أن يدمر فرص الديمقراطيين في استعادة مجلس النواب. هذا ونقلت شبكة NBC نيوز تصريحات لأحد الأشخاص المقربين من الرئيس الأمريكي جو بايدن، يؤكد فيها أن الأخير بات منفتحا على فكرة الانسحاب من السباق الانتخابي. هذا ونقلت الصحيفة أيضا تصريحات مسؤول كبير بحملة بايدن الانتخابية، يؤكد فيها أن النقاش الآن بات يتعلق بتوقيت الانسحاب. من ميلواكي معنا مديرة مكتب الحدث في واشنطن نادية البلبيسي. نادية، أهلا بك معنا. أبدأ معك من أصداء خطاب المرشح للانتخابات الرئاسية، كيف كان؟ أولا، ربما بدأ الرئيس بداية جيدة عندما تحدث على أن الولايات المتحدة ستشهد 4 أفضل سنوات قادمة. طبعا هو يشير إلى احتمال فوزي في الانتخابات. قال أيضا بأنه سيكون رئيسا لكل الأمريكيين وليس فقط نصف الأمريكيين. تحدث عن محاولة الاغتيال بتفاصيل، وقال بأنني لن أكرر هذه الحادثة لأنها مؤلمة بالنسبة لي. كان هناك تعاطف واضح من الجمهور الذي كان يستمع لكل كلمة. كان هناك حماس غير مسبوق بظهور ترامب على المسرح. وطبعا بالمقارنة مع كل المؤتمرات الحزبية على الأقل التي أنا أعرفها منذ عهد الرئيس بوش حتى الآن، كانت المنصة مغايرة تماما لكل اعتيادي. بمعنى كان هناك مجسم للبيت الأبيض، الرئيس دخل بخطوات يعني بطيئة، كان يتحدث ببطء في الواقع وبصوت منخفض نوعا ما. أشاد أيضا بالشخص الذي قتل في محاولة الاغتيال، أحضر البدلة التي كان يلبسها وكان رجل إطفاء. طبعا قال بأنه جمع 6 مليون دولار لعائلات المصابين والرجل الذي قتل.
لكن بعد ذلك طبعا شكر عائلته وشكر كل الذين يؤيدوه وبدأ يهاجم الديمقراطيين، لكن دون ذكر الرئيس بايدن بالاسم إلا في مرة واحدة عندما قال بأنه إذا جمعنا 10 رؤساء أمريكيين أسوأ 10 رؤساء هم يقابلون الرئيس بايدن، وقال بأنني لن أستخدم اسمه مرة أخرى. لكن بعد ذلك بدأ يشرح عن ماذا سيفعل عندما يصل إلى البيت الأبيض، الأشياء التي نعرفها، يعني ما نسمعه في الخطاب الانتخابي، قال بأنه سيتم التنقيب على النفط في الولايات المتحدة حتى يكون هناك اكتفاء ذاتي، سيكون هناك خفض لأسعار الفوائد حتى يستطيع المواطن العادي أن يشتري بيتاً، وقال بأنه سيخفض أسعار المواد الكمالية والتضخم، وأهم شيء طبعاً سيغلق الحدود الجنوبية التي باتت تهدد الولايات المتحدة. رحب بالهجرة لكن الهجرة الشرعية القانونية. طبعاً ركز على الاقتصاد، قال بأن الولايات المتحدة فقدت الهيبة والاحترام من باقي الدول، وعدنا بإنهاء كل الحروب مجرد إجراء مكالمة هاتفية. طبعاً كان هو قد ذكر ذلك سابقاً، لكن الليلة أكد لنا بأنه بمكالمة واحدة يمكن أن ينهي هذه الحرب. قال بأنه في عهد الرئيس طبعاً أوباما كان هناك احتلال من قبل روسيا إلى جورجيا، وفي عهد طبعاً الرئيس بايدن احتلال لأوكرانيا، وفي عهد الرئيس بوش كان احتلال جورجيا، وأوباما في شبه جزيرة القرم، لكن في عهده لم يكن هناك أي احتلال من روسيا لأي منطقة على الإطلاق، وبالتالي هو رجل لا يبدأ الحروب هو ينهيها ولن تحدث في عهده. والتنبيه كان على كل هذه الأمور التي سمعناها في الخطاب الانتخابي سابقا. طيب، هل صدر أي تعليق أو تصريح من الحزب الديمقراطي على الأقل حتى اللحظة حول تصريح ترامب الأخير وخطابه؟ وماذا أيضا إن كانت لديك أي معلومات حول كثرة الحديث عن انسحاب جو بايدن وأنه أصبح بخصوص التوقيت فقط؟ الأول من الديمقراطيين في الواقع تحدث رئيس الحملة وقال أو مدير الحملة وقال بأنه الرئيس بايدن أصلا الرئيس ترامب خرج عن السياق، يعني هو معروف بأنه غير منضبط، وبالتالي أحيانا تكون هناك عفوية وكأنه يتحدث مع مجموعة في داخل غرفة الجلوس، لذا هناك ربما انجذاب من القاعدة التي تسمع على رئيس ترامب لأنها تراه رجل غير سياسي، يتحدث لغة السياسيين، يتحدث لغة الشخص العادي في الولايات المتحدة، لكن مستشاري رئيس كانوا يتمنون أن يكون قد التزم بالخطاب، وأنه لم يلتزم به، خرج عن النص أكيد، لم يلتزم بما هو مكتوب وأعاد نفس الجمل، وبالتالي كان الخطاب طويل جدا، ساعة ونصف، ربما أطول خطاب في كل المؤتمرات الحزبية. إذا الديمقراطيين كانوا يشعرون بأن بالرضا بأن كان هناك خروج عن السياق، لكن بشكل عام كان هناك استطلاع أولي أجرته بعض المحطات الأمريكية للناخبين الغير مقررين لمن يعني لم يقرروا بعد لمن سيفوتوا، ففي 4 أو 5 منهم من أصل أعتقد 8 قالوا بأنهم يفوتون لترامب، رغم أن البعض أعطاه علامة سي أي علامة ليست يعني جيدة، لكن على كل الأحوال هم يريدون التغيير، يريدون أن يكون هناك بالفعل تحسين الاقتصاد وإغلاق الحدود الجنوبية. بالنسبة لبايدن أعتقد بأن الضغوط عليه قوية جدا حتى الآن، ويقول بأنه متمسك في بقائه في السباق، لكن كل التسريبات التي نسمعها خلال الساعات الأخيرة تقول بأنه ربما الآن اقترب من اتخاذ قرار بالانسحاب، لأنه الآن يسمع من قيادة الحزب من استطلاعات الرأي التي تثبت أنه لا يوجد أي طريقة على الإطلاق لفوزه في المجمع الانتخابي، طبعا عليه نحصل على 270 صوتا، وكل هذه الولايات حتى الآن المتأرجحة التي يمكن أن تعطيه النصر حاليا ترامب متفوق بها، وعليه أن يكسب ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن. نعم نادية، حتى يستطيع أن يبقى في هذا السباق، لكنه كما تعرفين هي عملية حسابية والوضع صعب والرئيس يبدو محاصرا.